لحظة ينطلق شوطنا الرابع ويسرني نقل الكلمة للزميل محمد الصواط العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم، يتجدد بكم اللقاء والترحيب في هذا اليوم وانطلاقات هذا الصباح والخاصة بسن الثنايا سن الكبار ومنافسات 8 كيلومترات من خلال هذا المهرجان. نتابع البداية وانطلاقة رابع الأشواط، نسير مشاهدين الكرام متابعينا مع مقدمة الشوط وأول المراكز مع الغزال أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، هنا مع أول المراكز وثاني المراكز. أتابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق من الجانب الآخر، وصول وانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام من شاهين عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. هناك القادم والمنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام هملول سلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن الرميثي، هنا قادم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. وصل في هذه اللحظات وصل جميل غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، هنا قادم مع انطلاقة جميل مع رابع المراكز وخامسا. أتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات، هنا الوصول من هملول عيد بن عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري. هكذا النداء متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط في تحديات الكبار في انطلاقات الكبار. أتابع البداية، أعود إلى مقدمة الشوط، الله يا الصدارة الله يا البداية. هناك مع غزال، الغزال على مقدمة الشوط على البداية، هناك البداية الأولى والمسار الأول مع الغزال أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، هنا مع أول المراكز وانطلاقة الغزال مع البداية. ولكن أتابع شاهين من الجانب الآخر بدأ بالاقتراب، هناك من الجانب الآخر عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي، هنا يصل يقدم أيضا شاهين مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. القادم في هذه اللحظات جميل، هناك قادم منطلق في هذه اللحظات وتجمل يا جميل، هناك مع ثالث المراكز غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، هنا قادم صياد الرموز مع ثالث المراكز وشعاره ايضا القادم في هذه اللحظات رابع الاسماء. اتابع الوصول من هملول سلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن الرميثي، هنا ينطلق مع رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام خامس الأسماء. أتابع الأسماء، أتابع الشعارات، والقادم في هذه اللحظات وصل أمداوي قادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز علي بن حمد بن علي الزبدان المري، هنا أيضا ينطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة أمداوي مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعين الكرام، هكذا الأسماء الخمس الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط في تحديات الكبار متابعي قناة الريان. نتابع أيضا مجريات وأحداث هذا المهرجان الختامي هنا أيضا في ميدان الشحانية. أعود من حيث بدأنا، أعود مع البداية مع انطلاقات الكبار تحديات الكبار. الله هي الصدارة هناك مع الغزال على مقدمة الشوط أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، هنا مع مقدمة الشوط والبداية الأولى. ولكن أتابع شاهين من الجانب الآخر عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي، هناك قادم مع ثاني المراكز وثالث
الأسماء. واصل جميل منطلق مع ثالث المراكز مشاهدين الكرام، غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، ثلاثية على البداية، ثلاثية على الصدارة. الله يا الغزال وشاهين وجميل في هذا الانطلاق، في هذه المنافسة، في تحديات الكبار. ولكن أتابع، أعود هناك مع رابع المراكز هملول، سلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن الرميثي. هنا قادم هملول، هملول قادم في رابع المراكز. وخامسا وصل وجد راشد بن بخيت بن علي بن مقارع، يصل في هذه اللحظات منطلق مع خامس المراكز. بدأت الأسماء، بدأت الشعارات بالاقتراب، ولكن الله خماسية ماسية في هذا الانطلاق الصباحي، في تحدي هذا الصباح، في هذه الأجواء المميزة هنا على أرضية ميدان الشحانية. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة. الله يا البداية، الله يا الغزال، منذ الانطلاق وهو في الصدارة يقود الجموع، يقود الأسماء المشاركة والشعارات المنطلقة. الغزال مع مقدمة الشوط انتصفت المسافة، وما زال الغزال هناك على مقدمة الشوط على البداية. أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، الله 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 يا الغزال. ولكن أتابع، أتابع القادم. هنا شاهين عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي، هنا يصل مع ثاني المراكز. جميل قادم في ثالث المراكز في هذه اللحظات، غانم بن منصور بن غانم آل شيف الخيارين، هنا قادم مع ثالث المراكز. ورابعا رابع الأسماء، شوف القادم وصل بن مقارع، انطلق مع رابع المراكز راشد بن بخيت بن علي بن مقارع، هنا يصل مع وجد مع رابع المراكز. الله يا بن مقارع، هنا أيضا يقدم شعاره مع انطلاقتي رابع المراكز وخامس الأسماء. أتابع الوصول، وأول نداء وصل شاهين هنا مع خامس المراكز راشد بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري. الله الله، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت أيضا في هذه اللحظات بدأ الهجوم، بدأ أيضا الجميع بالاقتراب. هنا أيضا مع اللحظات أيضا المميزة والمنافسات القوية، أعود، أعود إلى البداية، أعود إلى الغزال وانطلاقة الغزال على مقدمة الشوط. أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي هناك مع البداية والصدارة ومقدمة الشوط. الله يا الغزال، ولكن وصل جميل، وصل جميل، وصل أيضا صياد الرموز، هنا قادم مع ثاني المراكز غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، هنا مع جميل بدأ بالتحرك، بدأ بالانطلاق مع ثاني المراكز. ولكن شوف القادم، هناك شاهين عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي، هنا قادم مع ثالث المراكز. ثلاثية، ثلاثية على البداية، انطلاق ثلاثي هنا مع هذه اللحظات. الله الله، أتابع بقية الأسماء، أتابع النداء. هناك وصول من شعار بن مقارع مع رابع المراكز في هذه اللحظات، مع وجد راشد بن بخيت بن علي بن مقارع، هنا يصل مع رابع المراكز. وهناك، هناك شاهين على خامس المراكز راشد بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري، هنا قادم مع خامس المراكز. مشاهد متابعين الكرام، أعود مع البداية، أعود مع تحديات البداية وانطلاقة الغزال. وأيضا هناك ملاحقة أيضا من جميل وشاهين، هناك يراقب الموقف مع ثالث المراكز. ولكن ما زال الغزال، ما زال الغزال هناك على مقدمة الشوط. أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، بدأنا، بدأنا بالاقتراب، بدأنا بالانعطاف. ركز وتابع أيضا يلي تابع هذه الانطلاقات القوية والمنافسات المميزة، تحديات الكبار مع الغزال. الغزال على مقدمة الشوط، وجميل هناك، جميل قادم في ثاني المراكز، وشاهين من الجانب الآخر قادم في هذه اللحظات. ولكن الرميثي أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي هنا مع الغزال، 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية. الله
يا جميل، جميل ايضا قادم يغير وينطلق في هذه اللحظات. غانم بن منصور بن غانم آل سيف في الخيارين هنا مع جميل، وانطلاقة جميل مع ثاني المراكز، ولكن بدأ الهجوم، بدأ الظهور. شوف القادم، شوف الأسماء، شوف الشعارات القادمة، ولكن ثالثا هناك شاهين مع ثالث المراكز عبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي، ولكن القادم وصل في هذه اللحظات، يصل في هذه اللحظات يماش حمد بن سالم بن حمد بن هيون العمري، وصل في هذه اللحظات، انطلق يماش مع هذه اللحظات، الله يا بن هيان قادم في هذه اللحظات، ولكن اتابع هناك شاهين راشد بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري مع خامس المراكز، ولكن اعود الى البداية، الله يا الغزال منذ الانطلاقة وهو في الصدارة في مقدمة الشوط، الله الغزال على مقدمة الشوط، أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي مع مقدمة الشوط، ولكن اتحرك هناك جميل غير على مقدمة الشوط، صياد الرموز الله جميل على مقدمة الشوط مع الكيلو الأخير، أعلن الانطلاق، أعلن البداية، منصور بن غانم آل سيف الخيارين هنا ينطلق مع البداية، مع الصدارة، مع جميل، ولكن وصل بن هيان هنا مع يماش حمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري، ولكن شوف القادم، وصل مبرش غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وصل الله وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، والقادم مبلش مبارك بسعيد بسالم الزرع في رابع المراكز، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط مع جميل على مقدمة الشوط، ولكن الخطورة مع مبلش جميل مبلش، وهناك اللحظات الأخيرة، ويا بلشك من مبلش، يا بلشك من مبلش، مبلش مع البداية يغير مع الصدارة في هذه اللحظات، غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين محمد بن ناصر بن شافي هنا يتابع في هذا الانطلاق، مبلش غير على الصدارة، ولكن القادم وصل مبلش مبارك بسعيد بسالم الزرعي، وصل في هذه اللحظات الزرعي، ولكن الله مبلش على مقدمة الشوط، اللحظات الأخيرة، خط النهاية هنا مع اللحظات الأخيرة، سلام مبلش، سلام، تهانينا والناموس لغانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على هذا الفوز والانتصار، ثاني المراكز وصل جميل لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، وثالث المراكز كان الوصول من مبلش المبارك بن سعيد بن سالم الزرعي، ورابع المراكز وصل راهي سالم بن علي بن سالم الاكتبي، وخامسا كان الوصول مشاهدينا الكرام من يماش حمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، أتى مبلش لينتزع أيضا ناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة، نتابع مبلش ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس بتوقيت زمني 13 دقيقة و13 ثانية وجزء واحد من الثاني، تهانينا والناموس لغانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، والثاني أيضا لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني متابع مبلش. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من جميل 13 دقيقة 14 ثانية وتسع أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، والثالث المراكز كان الوصول من مبلش 13 دقيقة و15 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لمبارك بن سعيد بن سالم الزرعي، تهانينا والناموس للجميع.